لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علامات الأرض. يعني الآن هذه الأرض لك وهذه الأرض لي، لا أستطيع أن أغير. التغيير هذا الذي يغير يستحق اللعن، الطرد والإبعاد من رحمة الله. وبعض العلماء يقول حتى هذه الآن علامات الطرق لا يمكن لأحد أن يغيرها، لو غيرها يقع في اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. صديقي صلى الله عليه وسلم كسر مارس ماجيكر نوى دارن سرم وريجيوكا دارن جيوكي 경계선이 있을 때 나의 이익을 위해서 다른 지역의 경계선을 조금 침범했을 때 그것은 나쁜 짓이다 라고 이렇게 말씀하시고, 또는 여기에 저 이 표시표처럼 표시되어 있는 것처럼 이렇게 선동 상념마을라고 이렇게 선동 상념마을은 이리로 갑니다 라고 이렇게 표시해 놨는데 나쁜 마음을 먹고 남을 괴롭히거나 자기인데 이런 행동 행위를 하기 위해서 이런 화살표를 바꿔가지고 뒤집어 놓으면은 안 되잖아요, 그죠? 그런 나쁜 짓이니까 그런 짓도 하지 마라라고 이렇게 말씀하셨습니다.